له قدرات وإمكانيات كبيرة جدا متنوعة، سواء من النواحي المهارية، يعني إجادته لجميع مهارات الكورة، سواء التصويب، سواء استقبال الكورة، المراوغة كان بيمتاز بيها، ضربات الرأس، ودي كان من الحاجات اللي مميز بيها صالح سليم. خلى الجون بتاع البرازيل راح في حتة والكورة في حتة، دي كانت طريقته. صالح سليم دخل بيها لجوه وراجع بيها لورا، واللي انت شايف بيسحبها برجله وسحب، ولكن سموس بيحل عليه. كان قصير، انما كان احسن واحد ياخد الكوره بدماغه في الكورنر ويحطها في الجون. هو حتى المستوى التكتيكي من حيث تصرفه في الملعب، من حيث المستوى القيادي، في جميع المميزات، شمال يمين يشوت هيدرز بلاي ميكر. اداء صالح سليم اداء جمالي بالكوره، يمكن يمتاز به بجانب الاداء الفني، انما في شكل، في نوع من انواع الرشاقه اللي بتستهوي المتفرج ويحس ان هو بيتفرج على تابلو جميل جدا. طاها في الوينج الشمال لصالح سليم، وان تو بينه وبين طاها، هو والجول، وبيحطه في الجول، الجول الثاني. اول ماتش اتذكره كنا هنلعب نادي الترسانه، وطلب مني ان انا العب انزل قدام الفريق لكني كابتن فرقه. هي لها مغزى نفسي انه كاول مباراه ليا، وممكن ابقى فيه نوع من الهيبه من المباراه او التخوف او عدم الثقه او كذا. صحيح انا مش هبقى الكابتن على طول، بس هي في مثل هذه المباراه بالذات، وهي اول مباراه، كان مهم جدا نبقى فيها نوع من انواع تاكيد الثقه في النفس، ومحاوله ان يحسسني قدام زملائي كلهم ان انا الكابتن وانا نازل اصغر واحد فيهم. دي برضو كانت من الامور المهمه جدا لدى صالح سليم. ايكو ميو اميكو، كيف تجام صالح سليم؟ كيف بيلا فيوني يا فاتو، برافو. Antonio Pirelli, direttore poi del Corriere dello Sport e tutto sport del TG2, era allora giornalista. صالح ما كانش يهمه يكسب او يخسر، كان يهمه النادي الاهلي. قالوا ان الانتخابات دي كان فيها يعني لعب، عشان كده خسر، انما هو لو مشيت على طول كان كسب برضه، لان كان ليه شعبيه رهيبه. بس انا يوم ما خسر كان معانا عمر الشريف، انا وعمر الشريف وهو وانا، ورحنا اتفرجنا على ماتش. ما هياش قضيه، القضيه خدمه النادي الاهلي. جينا مره وهو خد قرار غيرنا خالص كلنا، فقال له جه مدير النادي الله يرحمه محمود محرم، قال له محمود يا محرم اكتب القرار بتاعهم، لان هم اغلبيه، هم كلهم. وطلع من المجلس، فالناس عرفت القرار، زعلت، يعني كان لازم ناخد القرار الثاني اللي هو بتاع الله يرحمه صالح، وهو يدفع القرار بتاعنا، لان خلاص خدنا القرار، وده بقى قرار النادي الاهلي. تخرج من اوضه الاجتماعات ولا كانك ايه، في حاجه اتقالت سريه كامله. يمكن لما كان رئيس كانت علاقه عمل، علاقه عمل بمعنى ان هو برضه له نظره في استراتيجيه النادي الاهلي، وانا ايضا ليا نظره في اداره فريق النادي الاهلي. أنا شايف إنه يمكن ما كانش هناك أي نوع من أنواع الاحتكاك أو الخلاف، لأن هو ما بيتدخلش في عمل. ربما لو كان حتى له وجهة نظر، ممكن إن هو يعني يسوقها بشكل غير مباشر، يعني ما يقولش والله إحنا عايزين نعمل كذا أو كذا أو كذا إطلاقا، يعني عمره ما حصلت ديت. إنما يمكن تفكيرنا في المستقبل بكذا، تجديد كذا، نحط كذا، نجدد، مش عارف إيه، كلام من هذا القبيل يعني. النادي الأهلي زمان، ايام 53 54، كان في ماتشين هيلعبهم، سيما فاينل وفاينل، سيما فاينل مع اتحاد اسكندريه، ايام ما كان اتحاد بقى الديبه وحاج شتا واغا وراها سعد راشد وكاتو، فرقه جامده قوي. وبعد كده الزمالك، النادي الاهلي ناقص، فكلموا الدكتور سليم في البيت،
قالوا دكتور كابتن صالح فين؟ قال لهم انتوا عايزين صالح؟ هو كان كلامه كده. صالح عنده شبه نصران اعور، ولو فرقع هيموت. يعني ايه؟ يعني حرام عليكم. فصالح سمع، اخذ الشنطه بتاعته وجري على النادي ولعب الماتش، وما رضيش يعمل العمليه اللي بعديها. بعدها باسبوع لعب الماتش الفاينل الثاني وكسبنا. امريكي يضحى حتى بنفسه في سبيل ايه؟ في سبيل النادي. انا ما سمعتش اشاعات عن صالح سليم. ليه؟ لانه كان كتوم جدا. عمر صالح سليم ما طلع عليه اشاعه ان هو مش مع حد. ده هو عمل فيلم مع نجاة الصغيرة وكان مش مبسوط ان هو عامل مع يعني قصيرة وبتاع عليه وبتاع ومش عارف ايه. عمري ما سمعت على صالح سليم انه ايه جام قالوا عليه صالح سليم ماشي مع فلانة ولا مع فلانة ابدا.